توقعك الجيش هيعمل حاجة كبيرة الفترة الجاية؟ هيعمل ايه؟ يعني في الأحداث اللي احنا شايفينها ديت والنهر ومشروع قناة هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في اليوم؟ معرفش أو في البلد نفسها أو في البلد يعني نفسها حكم البلد نفسها حكم البلد احتمال واحتمال على شفا ممكن شفا. وممكن شفا. بس هي نسبة 60% لا 70% لا وزير الدفاع ضمن السيسي اللي قرايبه كلهم شفت السيسي ما طلعش اخوان ولا حاجه اهو نعم بقول السيسي ما طلعش اخوان لا لا طلع عقر اه كان في نازل صوره بالظبط في 9/6 في الاهرام تدريبات بتاعه الجيش وهو بيجري قدامهم اه صح واخد القواد وراه نافعهم ورا ظهره له شعبيه كبيره قوي دلوقتي في الشام طبعا وبعدين كل الدول العربيه فرحت ورجعت لمصر يعني كله فرح ورجع لمصر صعيدي بقى طالع في الجزيره بقى يقول لهم ده الملايفه طول عمرهم كانوا بيطلعوا نكت على الصعايده ده الملايفه دول طلعوا احسن ناس ده مين اللي بيقول؟ واحد صعيدي احنا غلطنا وانتخبنا مرسي المنايفة دول اكتر ناس بيفهموا